السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كي درتوا مع الصيام ورمضان وكل شيء؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سبحان الله العظيم، رمضان صافي طاير إن شاء الله، داس السيمانة، فيا ربي يتقبل منا إن شاء الله ومنكم صالح الأعمال. اليوم فيديو جديد إن شاء الله معايا، بغيت نشارك معكم واحد ثلاثة ديال العصير صحيين وزوينين في المذاق، نتمنى يا ربي يعجبوكم. وما نطولش عليكم ان شاء الله، ندوزو المكونات. فكما كتشوفوا معايا هنايا عندي، المهم غادي نمشي بواحد بواحد. هنايا عندي هاد العصير، هاد الفواكه كما كتشوفوا، من غير هذا الدلاح ولا البطيخ، هذا برقوق. المهم شي مره كيكون عندك شي ديسير وما كيتكلش، وانا كنديرهم في الفريغو. المهم عندي هذا التوت الازرق، عندي هنايا هذا فراوله ولا ستروبيري، المهم فخاز، وعندي الدلع، وعندي هذا البرقوق. المهم كما كتشوفوا هو مكان هذا البرقوق ما كانش عندي حلو بزاف، درته في الفريغو. دونك عصير غيكون فيه هادشي وهذا واحد. المهم انا كندير مع العصير كامل، كنخلطه بالماء، كيقولوا صحي اكثر على الحليب. المهم كنخلط بالماء وكنزيد عليه، كنزيد عليهم هذا دانون بلين يوغورت، ما فيهش سكر. وانتم ديك الساعه الا بغيتوا تزيدوا فيه، بغيتوا ديروا السكر، بغيتوا ديروا العسل، المهم السكر البني اللي بغيتوا. العصير الثاني كما كتشوفوا معايا عندي هادو، سميتها الجرينز، ولا كاين الكيل كيقول لها الجرينز هنايا. المهم هادو كاين عندنا حنايا كما كتشوفوا فيها حتى هاد العواد. المهم نتوما تقدروا تبدلوها بالسبانخ، حيت انا شي مره كندير حتى السبانخ. المهم اليوم غادي ندير هادي، المهم غير باش نخدمو في العصير ديالنا شي حاجه اللي صحيه، وحنا في نفس الوقت نستافدوا منها، لان رمضان غالبا ما الانسان ما كياكلش الخضره، كناكلوا الحلويات بزاف وهذا المعجنات. وهنايا عندي هاد العصير غادي ندير معاه نتوما يا السبانخ يا الجرينز اللي قلت لكم، وعندي الكيو، وعندي هذا سميتو الافوكادو كان تاهو في الفريغو. هذا ثاني واحد. وهنايا عندي واحد الطريف ديال سكنجبير، وعندي الاناناس البانابل، وعندي هذا البنان تاهو كان عندي في الفريغو جبدته. هذا عصير وهذا عصير وهذا عصير، ياك. ومعاهم غادي نزيد عليهم الماء، وغنزيد عليهم دانون، وغنزيد عليهم، المهم هادو اختياريا، كاين الناس اللي ما كيعجبهمش هادشي. انا كنزيد واحد، غنزيد فيه شيا سيد، وواحد غنزيد فيه زريعه الكتان، غير معلقه كبيره ولا معلقه صغيره على حسب الكميه اللي عندكم. واحد ما غندير فيه حتى شي حاجه. هادو اصلا حيت صحيين الانسان خصو يبقى يدخلهم في صراحه في الماكله ديالو. صافي هادشي اللي كاين. وبغيتو ديروا السكر، بغيتو ديروا العسل، بغيتو ديروا السكر الاخر، سكر بني ولا سكر ديال الريجيم ولا، المهم نتوما ديك الساعه. شي مره فاش كيكونوا الفواكه خلاص حلوين، راه الانسان ما يحتاجش من غير هادو الكيوي واخا حلو، ولكن غتحتاجوا تزيدوا ليه العسل. المهم انا غنستعمل العسل. هذا حلو، خصكم تذوقوه وتشوفوا. وهادو بجوجهم حتى هما حلوين، انا غنزيد غير شي شويه ديال العسل غير باش زعما ما يجينيش زعما هذا محلوش. اما الا كان الفاكهه حلوه فالانسان غير ما يحتاج يزيد السكر. صافي هادشي اللي كاين ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نبدا معكم ان شاء الله نطحنوا بحاجه بحاجه ونوريكم زعما ان شاء الله. صافي رجعت معكم، غادي نحاول ندير هاد الفاكهه ديالي كامله هنايا ان شاء الله. كما قلت لكم، المهم اي حاجه عندكم ديال الفواكه ديروها في الفريغو، هو واخا غادي نعمرها ولا كدا غادي تنزل ان شاء الله. Thank you.
ساعه نتوما كل واحد يدير اللي بغى، يدير معلقه يدير جوج، انا كندير جوج. غادي نجيب معلقه صغيره ندير شي نسيت معلقه كبيره انا كندير، نتوما ديروا قياسكم على حسب شحال عندكم ديال العصير. صافي غادي نطحن ان شاء الله وغادي نرجع معكم. رجعت معكم، هانتوما شوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله سبحان الله، حتى الالوان كتلعب دور في العصير كيبان سبحان الله. هذا اول عصير ديالنا كما كتشوفوا، ها هو دابا نمشي معكم نصايبوا ان شاء الله العصير الثاني. رجعت معكم نصايبوا العصير الثاني، درت هنايا هذا الكريز، غادي نزيد غادي ندير معلقه ديال فلاكسيد زريعه الكتان، غادي نزيد هذا قبل ما نزيد هذه غادي ندير شويه د العسل. غادي نزيد لافوكا و الكيوي ان شاء الله، يعني هذا الشيء بزاف. غادي نزيدو الماء ان شاء الله في الوقت. صافي غادي نطحن ونرجع معكم ان شاء الله. رجعت معكم البنات كما كتشوفوا، هذا كيجي شويه ثقيل، نتوما ديك الساعه كل واحد كيشوف التكستور اللي بغا، واش خفيف ولا ثقيل. ورجعت معكم اخر عصير اللي هو ديال البنان وديال البنان مع الاناناس مع طريف ديال سكنجبير. غادي نزيد عليه دانون، هذاك الخضر العصير الخضر ما فيهش دانون، غنزيد عليه حتى زعما حتى سيد، ما ندير عليه لا زريعه الكتان لا حتى شي حاجه، غير شويه د السكر حيت كلشي حلو. وغنزيد القدر ديال الماء كافي. صافي نطحن ونرجع معكم ان شاء الله. رجعت معكم صافي تنرجع معكم صافي البنات الاخوه والاخوات، الفيديو ديالنا هنا كيسالي، كنتمنى تجربوهم وتستمتعوا بهم، وما تنساوش الخضر والفواكه في هذا رمضان، وهذا راه غني بالالياف، هذوك الا استعملتوا السبانخ وسميتو، اصلا اي حاجه فيها لون خضر مفيده للجسم. صافي هذا اللي فيه البنان والاناناس والزنجبيل طري، وهذا فيه البيريز يعني الفراوله، فيه التوت الازرق، فيه درت فيه هذا الدلع. نتمنى يا ربي الفيديو يعجبكم، ونتمنى يلقاكم في احسن حال، او كنقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. صافي كنقول لكم السلام عليكم في امان الله.